طب تعالى نرجع تاني للمهندس محمد سراج. محمد، بنقول لك تاني مبروك، وزي يمكن سعيد ما بيتكلم ان النادي الاهلي كان عنده مهتم جدا جدا اكيد بكرة القدم، ولكن الالعاب الاخرى على رأسها كرة اليد وكرة السلة في مخطط احترافي هايل جدا، ماشيين بخطوات رائعة، والنهاردة اكبر دليل على ان يعني كرة اليد في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون في التوب ليفل ودايما مشرفة النادي على جميع المستويات. حبيبي يا كابتن هاني والله، وشكرا لكلام حضرتك. وفعلا يعني ده اللي ماشي بيه النادي الاهلي، والتطور والرؤيه اللي ماشي بيها مجلس الاداره ان يبقى في دعم لكل الالعاب مش كره القدم فقط. يعني الحمد لله حصل طفره في كره السله يمكن خلال العامين الماضيين، وباذن الله احنا برضو عندنا نفس المخطط ده لتدعيم كره اليد. ويعني الحمد لله عندنا شباب ورجاله على روح عاليه وعلى كفاءه وفنيات عاليه. اعتقد ظهرت في البطوله دي لما خدوا الحافز النفسي والمعنوي ودفع الجمهور، ظهرت يعني امكانياتهم الحقيقيه في البطوله. يعني الحمد لله هكلمك على جزئين انت يمكن ذكرتهم، الروح المعنويه العاليه ودور الجماهير. دور الجماهير ما بتبقاش بس في كره القدم، اي حته يتواجد فيها تيشيرت النادي الاهلي اي لعبه بيكون الداعم الاساسي والداعم الاقوى هي جماهير النادي الاهلي. شفت كمان المسانده وحضور جماهير النادي الاهلي ازاي يا محمد؟ لا الحقيقه من اول يوم يا كابتن هاني جينا فيه هنا، ومن قبل ما نوصل حتى والناس بتتحدث يوم بعد يوم، يعني فلعيبه طبعا من اليوم انا بتكلم معاهم يوم، يعني الحمد لله في التاريخ. اتحرك يمين او شمال شويه يا محمد عشان نسمعك كويس. في الجزء الحافز النفسي يعني والمعنوي، والحمد لله يعني هم مستجيبين وعندهم شعور كبير بالدعم الجمهور سواء من جوه مصر او من الخارج. احنا كمان متابعين مجهوداتك يا محمد كمان على مستوى عمليه اي مشاكل، هو ما فيش مشاكل، لكن طبعا اي عراقيل انت بتحلها بشكل اكتر من احترافي، وبتتعاون كثيرا مع الجماهير لوجودها داخل صاله المباريات، طبعا مجهود تشكر عليه. ولكن كمان خلينا نتكلم على وجود الكابتن محمود الخطيب النهارده في المباراه وتاثيره الايجابي اكيد على الفرقه. اه طبعا يعني انا بلغتهم من امبارح يعني ان الكابتن هيكون داعم ليهم في المباراه وهيكون موجود بكره، وهو جاي النهارده فعلا الماتش. وطبعا اللعيبه اكيد ده بتاعهم حافز معنوي كبير، وحتى الجمهور يعني كله كان سعيد جدا بوجود كابتن محمود الخطيب. يمكن اول ما دخل الصاله يعني كان في يعني هتافات قويه جدا ليه من كل جماهير النادي الاهلي. الناس كلها كانت سعيده بتواجده النهارده، والحمد لله كل شيء مشي كويس الحمد لله.